السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 9 في الروبوتكس، وبناخد فيها مسائل تطبيقية على موضوع الباث بلانينج أو تخطيط المسار بالعربي. قلنا إن تخطيط المسار اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت، يعني أنا بديك بوزيشن للإند إفكتور اللي هي وليكن مثلا بنسميها ستارت بوينت للإند إفكتور. الستارت بوينت دي بتكون في الكارتيزيان سبيس، يعني كفانكشن في الإكس والواي والزد، وانا عاوزه اروح لمكان تاني اللي هو الاند بوينت. الاند بوينت ديت هي فانكشن في الكارتيزيان سبيس برضو كاكس وواي وزد. طيب وبعد كده بديك كمان ان مش بس البدايه والنهايه، لا ده انا بقرر شكل المسار اللي ما بينهم بيكون عامل ازاي، وليكن مثلا نص دايره او خط مستقيم. المهم ان انا بحدد شكل المسار اللي موجود ما بينهم. لو انا مديك نقطه في الاكس والواي والزد كاند افكتور، او يعني في حاجه مكتوبه في الكارتيزيان سبيس، وطلبت منك قيم الجوينت فاريبلز المقابله ليها، يعني انا بقول لك وليكن البوزيشن 5 وسالب 3 و4، البوزيشن ده كاكس وواي وزد. لو انا عاوز اجيب الجوينت فاريبلز المقابله ليه اللي هي كيو 1 وكيو 2 مثلا، لو هو روبوت بتاعي 2 ديجري اوف فريدم، هتبقى القيم بتاعتها كام؟ فانت كنت بتاخد الاكس والواي والزد كقيم وتدخلهم على الانفرس كايناماتكس وتطلع منهم تقول لي كانت الكيو 1 بكام والكيو 2 بكام. طيب انا دلوقتي هيبقى نفس الوضع عندي، نقطه بدايه لحركه الروبوت كاند افكتور ونقطه نهايه، وليكن مثلا الروبوت دوت في مثلا كتر او في اي حاجه طول في الاخر، الطول بتاعتي هتبدا من المكان الاولاني الستارت بوينت وتنتهي عند المكان الثاني، وعاوزه ان شكل الحركه ما بينهم يكون على شكل قوس او على شكل دايره. هعمل ايه؟ هنستخدم نفس المبدا، اكيد ان انا هستخدم انفرس كايناماتكس، بس الطريقه بتبقى ليها خطوات محدده. فاول حاجه احنا بنقول عليها اللي هي 7 ستيب ميثود، او هي عباره عن 7 خطوات. اول حاجه بنقول لك فايند الورك سبيس بتاعتك اللي انت اللي موجود عندك كروبوت بس في الكونفيجريشن سبيس، يعني انت عندك الروبوت ده الحدود بتاعته، يعني مثلا وليكن خلينا نتكلم على اي روبوت مثلا سيتا 1 وسيتا 2، يعني احنا بنتكلم عن الار ار مانيبيليتور. الاول لازم يكون عندك الحدود بتاعت سيتا 1 والحدود بتاعت سيتا 2. ليه؟ لاني انا ممكن كواحد مثلا بقول لك اعمل لي اند افكتور تتحرك حركه معينه من نقطه البدايه دي لنقطه النهايه دي، قد تكون احد النقط اصلا اللي انا مختاراها ملهاش علاقه بالورك سبيس بتاعته، او ان الروبوت ما يقدرش يروح لها. فعشان كده انت لازم يكون عندك الحدود بتاعت الورك سبيس، وقلنا ان النقطه دي هي بتكون جيفن في المساله، هي المفروض الحقيقه ان انت بتقدر تستنتجها من شكل الروبوت، بس احنا بنديها لك جيفن في المساله ان هديك الحدود بتاعه المانيبيليتور بتاعتك. نقطه رقم 2، البدايه والنهايه بتوعك الستارت والاند بوينت دولت موجودين في الكارتيزيان سبيس، تمام؟ هعمل بيهم ايه؟ هتعمل بيهم المرحله رقم 3، هتاخد الستارت والاند بوينت كنقط في الاكس والواي والزد، وهتعمل ترانسفورم ليهم ان هما يبقوا في الكونفيجريشن سبيس. يعني الترجمه الحرفيه هشيل الحاجه اللي كانت فانكشن في الاكس والواي والزد ككارتيزيان سبيس، وهحولها لحاجه فانكشن في كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 لحد ما اخلص عدد الجوينت فاريبلز اللي عندي. يعني استخدم الانفرس كايناماتكس. فهنا بيقول لك هتاخد البدايه والنهايه وتعوض بيهم في الانفرس كايناماتكس، هتطلع القيم المقابله للجوينتس بتاعتك. طب وبعد ما طلعت القيم بتاعه الجوينتس بتاعتي اعمل ايه؟ بتاخد النقط دي اللي هي البدايه والنهايه وتتاكد ان هي موجوده جوه في قلب المسار بتاعك. لو البدايه والنهايه موجوده جوه المسار بتاعك، تبدا الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ لو انا مدياك مسار محدد، انا قلت لك مثلا وليكن انا عايزك تتحرك كنصف دايره، يعني من النقطه الاولانيه نقطه 1 لنقطه 2، وشكل الحركه بتاعتك عباره عن نص دايره، اعمل ايه؟ زي ما انت كان عندك نقطه البدايه والنهايه كفانكشن في الاكس والواي والزد، انت محتاج شكل المسار اللي هو النص دايره ده هو كمان تحطه فانكشن في الاكس والواي والزد، وبعد كده هتاخده كمعادلات وتدخلها على الانفرس كايناماتكس، فتطلع الحاجه المقابله لنص الدايره في الكارتيزيان سبيس بعد ما تتحول ل الاكس والواي والزد. فهعمل ايه؟ هتجيب الباص بتاعك. طب احنا اتفقنا ان هي في طريقتين او في اتجاهين، اما ان انا اكون مقرره شكل المسار ما بين نقطه البدايه والنهايه، وده اللي احنا بنشتغل عليه، يعني دايما هديك نقطه بدايه ونقطه نهايه وانا هقرر شكل الحركه ما بينهم ايه، او ساعات بيبقى هو مديك نقطه بدايه فقط ونقطه نهايه وما يهموش شكل الحركه اللي ما بينهم ايه. واحنا قلنا الطريقه ديت مش بستخدمها عندي، انا بستخدم الطريقه الاولانيه دي اللي تلاقي كل المسائل بيجيبها لك ويقول لك الديزايرد باص كان عندك كام، فانا هتجاهل الجزء اللي هو موجود على ايدك اليمين. طيب بعد ما بتاخد انت المسار بتاعك اللي هو كنصف دايره، لازم تطلع المعادله بتاعته في الثلاث متغيرات اللي هو كاكس وواي وزد. لو انا اديتك معادله نص دايره هتحولها لمعادله
فانكشن في الاكس واي والزد. لو انا اديتك معادله لخط مستقيم هتحولها لمعادله فانكشن في الاكس واي والزد ايا كان بقى شكل الباص بتاعك. بعد ما انت حولته المفروض ان المسار ده ان انت تبدا تقطعه، يعني بيقول لك انت تبدا تعمله اللي هي سيجمنتيشن، تبدا تقطعه لمجموعه من النقط وتاخدهم بقى نقطه نقطه وتدخلهم على الانفرس كيناماتكس. يعني انت كان عندك نقطه البدايه ودخلتها على الانفرس كيناماتكس وطلعت كيو 1 وكيو 2، وعندك نقطه النهايه ودخلتها على الانفرس كيناماتكس وطلعت كيو 1 وكيو 2. هتبدا تقسم المسار بتاعك لعدد من النقط وبرضه تدخلهم على الانفرس كيناماتكس وتطلع كيو 1 وكيو 2 اللي تكون مقابله ليها. تخلص معاك المساله وانت عندك فيكتور من القيم لاكس لكيو 1 وفيكتور من القيم لكيو 2. لو ترصوا جنب بعض والاثنين رسمتهم مع بعض هتلاقي ان شكل الاند افكتور بيبقى عباره عن النص دايره اللي انت عاوزه. من الواضح عندي ان كل ما زادت عدد النقط اللي موجوده في المسار بتاعي كل ما كان المسار بتاعي اكثر دقه بيكون سموث. حتى انت لما تيجي ترسم رسمه على الماتلاب بتاخد الستيب بتاعتك صغيره عشان تطلع المسار اكثر دقه. النهارده ان شاء الله هناخد تطبيق على التلات مسائل بتوع الاساينمنتس الموجوده، هنحلهم ونشوف ازاي بكتبهم في ورقه الامتحان، يعني بكتبهم ازاي كده كاجابه. والمره اللي جايه ان شاء الله بنشوف نفس التلات مسائل بس لو انا عايزه احلهم كماتلاب كود، لان زي ما اتفقنا كان الناس بتمتحن عملي قبل كده. طيب ده كده الترجمه للكلام اللي انا قلته، وبقول لكم ان احنا شغالين على الجزء ده من الطريقه، انما الطريقه التانية اللي انا بحدد لك البدايه والنهايه بس احنا ما بنشتغلش عليها، اللي هي الطريقه دي انا ما بشتغلش عليها يعني، او مش بجيب مسائل عليها. نشوف المساله مثلا رقم واحد. مسألة رقم واحد دي جت دي بالمنظر ده كده في الشيت، نقراها ونشوف ازاي اقدر اتعامل معاها. ديزاين اسيمي سيركل باص، يعني مبدئيا كده هو كده حدد لي الديزايرد باص بتاعي، ده كده الديزايرد باص بتاعي. فور ذا شون تو لينك بلانر مانيبليتور، وخلينا متفقين عشان انا بمحتاجه وانا بحل مساله الباص بلانك ان انت يكون عندك الانفرس كيناماتكس. هناخد ان طريقه الحل بتاعت المساله بتاعت الباص بلانك ما فيهاش اي صعوبه، هي سهله جدا جدا لو انا افترضت ان انت معاك الانفرس كيناماتكس. علشان كده احنا بنديلك تلات ابسط تلات مسائل او ابسط تلاتة من انواع المانيبليتورز اللي ممكن تجيب لهم انفرس كيناماتكس، مفيش اسهل منهم هما التلاتة يعني، وما كوترناش اكتر من كده. فانت عندك هنا المسار بتاعك ديزايرد باص بتاعك عبارة عن نص دايرة، والانفرس كيناماتكس اللي انت هتستخدمها بتاعة التو ديجري اوف فريدم مانيبليتور اللي هو ار ار. جيفن ذات ان الفا 1 ب 30 سنتي والفا 2 ب 30 سنتي، مين الفا ده؟ اللي هي كنا ساعات بنسميها ايه، ساعات تلاقي مكتوب عليها دي ايا كان بقى، او ال اللي هو طول اللينك الاولاني. هنا هتلاقي كاتب لك ان الفا 1 ده هو طول اللينك الاولاني، والفا 2 ده طول اللينك الثاني بتاعك ده 30 سنتي 30 سنتي. ليه؟ عشان في الانفرس كيناماتكس هتلاقيهم موجوده. نقطه البدايه بتاعتك 5 و8 و0، نقطه النهايه بتاعتك سالب 5 و8 و0. يعني لو انت بترسم المسار ادي اكس وادي واي وادي زد، ماشي، الاكس بتاعتك بدأ من 5 ومكملة على السالب 5، يعني دي كده سالب 5 ودي كده 5، والواي بتاعتك موجودة في 8. يبقى الباص لو انت حاولت ترسم، طبعا الزد واخدة صفر مفيش حاجة في الزد، يعني الزد هنا عند الصفر، يعني لو انا رسمت نص دايرة زي ما هو قال لي هو ده المسار اللي انا عاوز ارسمه، يعني هتبقى نص دايرة في الاكس واي بلين، ماشي. ده كده المفروض ان انا اعمله. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ احنا لسه بنقرا المساله. المطلوب الاولاني ده قالك صمم النص دايره، وبعد كده قال لي ايه then check the following desired trajectory points، ولما تخلص ده اتاكد لي او افحص النقط التاليه. طيب افحص النقط التاليه ان انا اعمل فيها ايه؟ طبعا في كلمه هنا بتتقال اللي هي check the following desired trajectory points، هي الحقيقه ما هيش، احنا ما بنعملش trajectory tracking trajectory planning قصدي. فخلينا نقول ان نفكركم بمعلومه مهمه جدا، لما بيكون عندك نقطه بدايه للروبوت ونقطه نهايه وانت بتخطط المسار اللي ما بينهم، المفروض ان انت بتاخد في اعتبارك البوزيشن، يعني هو كان عند نقطه 5 و8 و0 وانا عاوز اوديه عند نقطه سالب 5 و8 و0، كده انت خدت البوزيشن في اعتبارك، غيرت البوزيشن. بس انت لسه ما اتكلمتش عن السرعه، المفروض ان هو بادئ بسرعه معينه وانت عاوز يروح بسرعه معينه، وده طبعا الاوقع وده اللي بيحصل، فده بيسموه تراجكتوري بلانينج. فطول ما انت بتكونسيدر السرعه، يعني بتعتبر السرعه معاك في التصميم، يبقى انت بتعمل تراجكتوري بلانينج. ما بتعتبرهاش في التصميم واكتفيت فقط بالبوزيشن، يبقى انت بتعمل باث بلانينج. فاحنا في المساله دي بنعمل باث بلانينج، عشان كده بقول لك كلمه تراجكتوري كلمه يعني عامه اكتر، احنا ما شملناهاش في المكان ده. النقطه سي بيقول لك if you are going to write a matlab code، لو انت هتستخدم الماتلاب او هتكتب ماتلاب كود that performs the task
write down the past equation and check a three set of values for joint variables. بيقولك لو انت هتكتب لي الماتلاب كود فانت عايزك تكتب لي المعادلات بتاعت الباص ماشي. يعني لو انت هتكتبها هتبرمج الروبوت ده كماتلاب اكتب لي المعادلات بتاعت الباص ايه وبعد كده اختار لي ثلاث قيم ومحددلكش الثلاث قيم ثلاث قيم للجوينت ثلاث قيم وتجيب منهم الجوينت فاريبلز. يعني على سبيل المثال انت كتبت المعادلات بتاعت المسار ده كاكس وواي وزد اختار لي اي ثلاث نقط عشوائيين انا مش هكرر يعني انا ما حددتهمش ليك يعني ومنهم طلع لي قيم الجوينت فاريبلز اللي هي سيتا واحد وسيتا اتنين المقابله ليهم ماشي. طب وبعد ما بتطلعهم المفروض تتاكد ان هم جوه المسار بتاعك. يبقى المساله قال لي عايزك تعمل لي ديزاين لهاف سيركل او سيمي سيركل الاثنين نفس المعنى نصف دايره اداني الاطوال اداني نقطه البدايه والنهايه بعد كده اداني جدول من القيم وقال لي اتاكد من القيم دي وبعد كده قال لي اكتب الماتلاب كود. خلينا في الجزء الاولاني احنا اتفقنا اول خطوه في الحل هتلاقين هنا كاتبه لكم اللي انا بكتبه ده يا جماعه ده اللي بيتكتب في ورقه الاجابه يعني. فالخطوه رقم واحد الجوينت فاريبل باوندرز وديت انا اللي بديها لك يعني دي كده جيفن ماشي. هي مش جيفن في المساله على اساس ان احنا كنا بناخد فرصه نستنتجها مع بعض علشان نقوي الموضوع ده عندنا انما هي في المساله هتلاقي ان في تعديل هيجي لك بعد كده على المساله اللي بره دي وبطلع لك الحته دي بره يعني دي انا هديها لك اما ان انا بديها لك بالمنظر ده او برسم لك محاور واقول لك مثلا وليكن المحور ده اسمه محور سيتا واحد والمحور ده اسمه محور سيتا اتنين وتلاقيني عامله لك كده ماشي من سالب باي لباي وعلى سيتا واحد مثلا هي نفس الحكايه مي من سالب باي لباي وطبعا في محور تالت ولا حاجه واقف على الصفر يعني يا اما هدي لك رسمه يا اما هدي لك وده في الغالب اللي انا بعمله بدي لك الشكل الصريح ده للحدود. طيب النقطه رقم اتنين قبل ما تبدا تحل المساله انك تجيب الانفرس كيناماتكس. فانت هتلاقي ان منهج الروبوتكس بتاعك متلخص في حتتين ان انت حضرتك بتجيب الفورورد كيناماتكس صح وبتجيب الانفرس كيناماتكس صح وده اللي انت خدته لما كنا مع بعض في المحاضرات اللي هي في الكليه. طيب هفترض معاك ان انت قدرت تجيب الانفرس كيناماتكس صح وهي دي بالمعادلات بالمناسبه دي كده كوبي بيست من المحاضره بتاعه الانفرس كيناماتكس. ابدا بقى احل المساله بتاعتي نقطه رقم 2 ماشي. انا خد بالك من الهيدرز دي العناوين دي الاساسيه تلتزم بكل عنوان ما تغيرهوش العنوان الثاني او اللي عليه الدور يعني الحد اللي فات ده انت ما كنتش بتعمل حاجه يعني المفروض ان انا بعتبر النقطه دي يعني انت يعني دي مسائل قديمه يعني مش بديك فيها حاجه جديده يعني كانفرس كيناماتكس. المرحله اللي بعد كده هتاخد الستارت بوينت بتاعتك اللي هي 5 و8 و0 وتروح على الانفرس كيناماتكس تجيب سيتا 1 وسيتا 2 يعني هتيجي على المعادله دي كده ماشي ادي سيتا 1 وادي سيتا 2 عشان احلهم محتاج اكس وواي ومحتاج الالفا 1 والفا 2 ودي ده اختصار الدي ده كان ترم كده طلعناه بره في محاضره الانفرس كيناماتكس قلنا ان هو عباره عن اكس تربيع زائد الواي تربيع ناقص الفا 1 سكوير الفا 2 سكوير على 2 الفا 1 الفا 2. الاكس واحد بتاعتك عباره عن 5 و8 و0 قصدي النقطه الاولانيه البوينت الاولانيه دي كده اكس ودي كده واي وكده زد. هعمل ايه هتروح تشيل الاكس دي وتحط مكانها الخمسة والواي دي تحط مكانها الثمانية ولو في زد طبعا ما فيش زد لان ده بلانر هتبقى بصفر. الفا واحد ب30 هو اللي مديها لك جيفن والفا 2 ب30 تضرب الكلام ده كله في بعضه على الاله الحاسبه هتطلع الدي دي كرقم ماشي كنمبر. طيب هروح اجيب سيتا واحد تان انفرس الاكس عندك الواي عندك كانت ب8 والاكس عندك كانت ب5 وهنا دي هتبقى ب30 ودي 30 ودي 30 كوزاين سيتا 2 ماشي كده المعادله الاولانيه بتاعتك انت طلعتها سيتا 1 فانكشن في سيتا 2 هتسيبها على جنب ماشي كده المعادله دي هتديك حاجه ايه هتديك سيتا 1 هنا بتساوي رقم ماشي ناقص حاجه كده فانكشن في سيتا 2 فسيب سيتا 1 دلوقتي سيتا 2 ممكن تتجاب على طول. سيتا 2 تيجي تتجاب ازاي انت حسبت من الخطوه رقم واحد دي حسبت قيمه الدي فالدي ده طالع رقم وده رقم يبقى من هنا تقدر تجيب سيتا 2 لما بتجيب سيتا 2 هتعوض بقى في المعادله اللي قبلها هتجيب سيتا 1 المهم ان انت تطلع هنا كده سيتا 1 وسيتا 2 ده باول نقطه هناخد سيتا 1 وسيتا 2 واتاكد ان هم جوه الحدود بتاعتي دي. طيب انا حليتهم طبعا عشان الفيديو ما يطولش فسيتا 1 كانت ب 161.9 كديجري وسيتا 2 كانت بسالب 22.9 الحدود بتاعتك في الزاويتين كانوا من باي لباي كسيتا 1 وسيتا 2 كانت من باي لباي. طيب ال 161 اقل من ال 180 واكبر من السالب 180 يبقى شغاله معايا
سيتا 2 نفس الحكايه، اكبر من ال 180 واقل، اقل من 180 واكبر من السالب 180. فالنقطه دي كتبت جنبها كده بالانجليزي belongs to the variable limits according to inverse kinematics، يعني بتنتمي للمسار بتاعي. مجرد حضرتك اكتبها لي كده حتى لو بالعربي، تنتمي للمسار، مفيش مشكله. طيب اللي عملته في النقطه الاولانيه بتعمله في النقطه الثانيه. مساله الباس بلاننج يا جماعه لما بتيجي في الامتحان هي مساله ان انت بتعوض في الاله الحاسبه، بتكتب خطوات، ما فيهاش اصلا مجال للخطا. مجال الخطا الوحيد اللي فيها هو ان انت ما قدرتش تجيب الانفرس كيناماتكس، عشان كده هي ما بتديكش حاجه جديده غير انها بتقول لك هتستخدمها ازاي. انما لو انت عندك غلطه في الانفرس خلاص، هي المساله اللي بعد كده هي اتبنت على حاجه غلط اصلا يعني. طيب انا كده جبت اكس 1 واكس واي وزد، المفروض اشيل اكس واي وزد القديمه واحط مكانها اكس واي وزد الجديد. فانا عندي البوينت 2 النقطه الثانيه او نقطه النهايه يعني، اللي هي الاند بوينت بتاعتي، كانت عباره عن اكس برضو وواي وزد، هنا 5 وسالب 5 و8 وصفر. فهعمل ايه؟ هروح عند برضو كل اكس اشيلها واحط مكانها سالب 5، وكل واي احط مكانها 8 والزد بصفر. هحسب الاولاني رقم دي، هحسب دي الاول يطلع لي رقم، هعوض هنا يطلع لي سيتا 2 برقم، اخدهم هما الاثنين واعوض هنا يطلع لي سيتا 1 برقم. اتاكد ان سيتا 1 وسيتا 2 بتنتمي للحدود بتاعتي اللي هي باي، من سالب باي لباي هتكون بتنتمي، لان زي ما انا قلت لك صعب ان انا اقفل المساله من الاول. يعني لو انا جبت لك الاند بوينت بتاعتك لا تنتمي للمسار، ولا الستارت بوينت لا تنتمي للمسار، يبقى مفيش بقى، مش هينفع تخطط مسار ما بينهم اصلا. فبنسبه يعني 99.9% انا بديك النقطتين ينتموا للمسار اللي عندك. طيب بعد ما انت عملت الخطوه دي كده، اول خطوه تعتبر في الحل، عاوز يعني تكتب لي الحل من اول هنا يستحسن، رغم ان انا اللي هكون مدياك الجوينت فاريبلز دي، فانت بتعيد صياغتها ما عنديش مشكله. المهم ان انت تكون مرتب لي السيكونس بتاعك، وابقى واثقه ان انت لو قاعد قدام كمبيوتر تقدر تبرمج المساله دي. يهمني في الجزء الثاني اللي انا بديه من اول الجاكوبيان لحد ما بيخلص المنهج المتلاب في المقام الاول، لان هو كورس المفروض انك تطلع منه تقدر تبرمج، او انت مش تبرمج، ان انت تقدر تكنترول روبوت، واحنا التول اللي احنا بنستخدمها هو المتلاب يعني. طيب المرحله اللي بعد كده، الراجل في المساله كده احنا عملنا ايه كده، بس انا اتاكدت من البدايه والنهايه، انا لسه ما صممتش المسار الحقيقه يعني. ويمكن النقطه ايه دي عامه شويه، لاني انا عشان اصمم المسار هكون رديت على بقيه الاسئله اللي هي بي وسي. فبيقول لي اتشك البوينتس اللي موجوده عندك دي. طيب ما فيهاش مشكله، زي ما انت كان عندك نقطه البدايه ورحت عملت لها تشيك، كل نقطه من دول اكنها نقطه زي نقطه البدايه او نقطه النهايه. يعني دي هتبقى مثلا وليكن بي 3 ودي النقطه بي 4 ودي النقطه بي 5 ايا كان يعني، وتروح تاخد كل نقطه من دول وتحطها. خد بالك ان ده بلانر، فبيتحرك الزد بتاعته بصفر، عشان كده هي الزد اصلا مش ظاهره يعني. فهو اكتفى انه يكتب لك النقطه اكس وواي، قال لك اكس 1 واي 1 ب 4 و7. هتروح تعمل ايه؟ هتشيل النقطه بتاعتك القديمه دي وتحط مكانها هنا 4 و7 وصفر مثلا، يعني لو انت عايز تحط الزد، زد كده كده مش ظاهره في المعادلات. بعد ما تحط ال 4 وال7 هتروح تعوض في مين؟ هتروح تعوض في دول وتطلع لي قيمه لسيتا 1 وسيتا 2. ماشي اهو انا طلعت قيمه لسيتا 1 وسيتا 2، لقيتها 164.5 وسيتا 2 ب 22.5. بصيت على الحدود بتاعتي اللي هي من سالب باي لباي، لقيتها بتنتمي، فقمت عملت له علامه صح. علامه صح ديت هي ايكويفالنت للجمله الطويله دي لو انا مش عارفه اكتبها بالانجليزي، ان انا بقول لك هي بتنتمي للمسار. النقطه 2 النقطه الثانيه يعني هي 3 و6 نفس الحكايه، هبدا اعوض في الانفرس كيناماتكس. خد بالك ان انت معتمد على الانفرس كيناماتكس، هطلع من هنا سيتا 1 وسيتا 2. انا اللي كاتبه الجدول بالشكل ده عشان يبقى منظم. انت عاوز تطلعهم كل نقطه لوحدها بره، يعني مثلا تقول لي 4 البوينت بي 3 اللي هي عباره عن 4 و7 وصفر مثلا، كانت سيتا 1 بتساوي كذا وكانت سيتا 2 بتساوي كذا، وده بيلونجس للورك سبيس. لو انت عاوز تكتب بالمنظر ده مفيش مشكله، هو بس الجدول بيخلي العمليه تنظيميه اكتر. النقطه الثانيه اللي هو 3 و6 هعوض بيها، هطلع سيتا 1 وسيتا 2. النقطه الثالثه اللي هي 20 وسالب 5 هعوض بيهم ويطلع لي النقطه سيتا 1 وسيتا 2. الثلاث نقط اللي عندي بينتموا للليميتس بتاعت المانيبيليتور. ناخد بالنا ان اللي باللون الاصفر ده اللي هو اكس 1 واكس 2 ده كارتيزيان سبيس كارتيزيان سبيس كارتيزيان سبيس، بينما قيم السيتات اللي انت جبتها ده اسمه كونفيجريشن سبيس، ده اللي خاص بالجوينتس اللي عندك او بالمحركات يعني المواتير اللي انت مركبها. طيب بعد كده بيقول لك احنا ما عملناش ديزاين للباص. ديزاين الباص سهل جدا، انه قال لي اعملي ديزاين لسيمي سيركل. احنا في اتنين بس اللي بنشتغل عليهم،
اما ان انا يديني دايره اللي هو او نص دايره يعني مش هتفرق، اول ما يديني خط مستقيم مش هنتعبك الترميدة معانا غير في هما المسارين الاتنين دول بس. طيب اعملها ازاي؟ نعيدها تاني. مسار اللي هو نصف دايره اللي هو بيبقى عامل كده، لو انت عاوز تحوله لمحور اكس واي كمعادله في الاكس ومعادله في الواي، فهو عباره عن كوزين زائد ساين. فمثلا هتبقى الاكس بتاعتي عباره عن ار كوزين سيتا، او خلينا نقول بقى فاي لان فاي دي زاويه تانية خالص ملهاش علاقه بالزاويه بتاعتي سيتا واحد سيتا اتنين، والواي هتساوي ار ساين فاي. ماشي، ده في حاله ان هي دايره، فبالتالي الار والار يعني النصف القطر بتاعي ثابت. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اديك نص دايره كده، الحته دي كده قيمتها ار، طولها ار يعني، والحته دي كده قصدي الحته دي كلها كده 2 ار، لان ده كده يعتبر قطر والحته دي قيمتها ار، فكده معناها ان دي نصف دايره. ساعات هتلاقي لا، النقطه اللي هو رسمها لك لما تيجي ترسمها تلاقي ان الاكس المسافه اللي هنا دي اكبر اكبر من الضعف. يعني انا اسف شكل الرسمه، يعني اكنها مثلا الحته دي كانت مثلا 8 سنتي، وانت لقيت ان نصف القطر بتاعك مثلا كان 5 سنتي، ففي الحاله دي الاثنين غير بعض اكنها قطع من شكل بيضاوي يعني. ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ اللي قدام الار هو نصف القطر اللي على محور ار، او نصف المسافه اللي على محور الاكس قصدي، وبالنسبه للواي المسافه اللي على محور الواي. خلينا الاول نشوف يعني ايه الكلام ده. انت النقطه بتاعت البدايه بتاعتك 5 و8 و0، ماشي اهو. انا هاجي عند محور الاكس بتاعي، وادي محور الواي زي ما رسمناه قبل كده، وده محور الزد. البدايه بتاعتي 5 كاكس، ماشي، ودي كده الستارت بوينت، والاند بوينت بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن -5 و8 و0. هو طبعا بما ان ده مش بيستوي ده، فاعرف انها تديك شكل اللي هو نصف بيضاوي يعني مش نص دايره يعني. طيب هنا الاكس كانت -5 و -5، والواي كانت ب8. لما تيجي توصل ما بينهم اهو، هنطبق الكلام ده، هنقول ان معادله الاكس عباره عن المسافه دي كده كام؟ ديت 10، او نصف المسافه نفسها هي عباره عن 5، تبقى 5 كوزين فاي الزاويه بتاعه القطع المكافئ اللي عندك ده. طب والواي تبقى ايه؟ هتبقى المسافه دي، ماشي، اللي هي 8 ساين فاي. لو نفترضنا ان دي كانت 5، تبقى 5 في الحالتين. يعني المهم ان انت محور الاكس الحته اللي انقطعت من محور الاكس، بس مش الجزء الكامل، لا نصف القطر ده، ماشي، والواي كذلك. كده انت جبت المعادله. طب وبالنسبه للزد؟ صفر، ان هي الدايره بتاعتك مرسومه في الاثنين دول. عرفت منين؟ اهو ادي محور الاكس، وادي محور الواي، وادي محور الزد. الاكس اتغيرت من 5 ل 5، والواي من 8 ل 8، والزد بصفر ما اتغيرتش. يبقى ده رسمه في البلين. في البلين مين؟ البلين اللي اخد ارقام، في المستوى اللي اخد ارقام اللي هو مستوى اكس وواي. يبقى التلات معادلات بتوع المسار بكتبهم له على جنب كده. يبقى انت يا سيدي عايز 5 كوزين فاي، وعاوز الواي بتساوي 8 ساين فاي، والزد بتاعتك بتساوي صفر. كده انت رديت على السؤال، كده انت عملت له ديزاين للمسار اللي موجود. طيب يعني انا كده عملت ديزاين للسيمي سيركل، خلاص مفيش فيها مشكله، وعوضت له هنا، عملت ديزاين للسيركل وعوضت له بالبدايه والنهايه، واتاكدت له ان الجدول ده سواء بينتمي او لا ينتمي. يعني لو انت طلع اداك جدول وانت حطيته على الانفرس كاينماتكس طلع كله بصفر، يعني قصدي طلع كله مش موجود في المسار، ما تتضايقش، مش مشكلتي، هو اداني الارقام دي. فكده انت خلصت لحد دلوقتي كده المساله. طيب بعد كده بيقول لك، طب لو انت بقى هتكتب ماتلاب كود عشان يحل المسار ده، عشان يرسم المسار ده، هات لي اكتب لي المعادلات، واكتب لي تشيك لثلاث نقط من القيم. يعني اعمل ايه؟ انت دلوقتي كتبت المسار ده، يعني لو انت بتكتب الماتلاب كود، ماشي، الماتلاب كود اهو مثلا، هعمل ايه؟ الفاي دي هتبقى رينج مثلا وليكن من 0 ل 45 درجة، يعني حر بقى، يعني 45 180. طبعا انا بديك الجزء بتاع الماتلاب ده في محاضرة لوحده كامل يعني. فالفاي دي من 0 ل 45 مثلا، ماشي، وهتقول لي الاكس بتاعتي هي 5 كوزين الفاي، والواي بتاعتي 8 ساين الفاي، ماشي. طب والزد؟ الزد ما ينفعش تسيبها، فالزد تبقى زيروز، والاطوال بتاعتها اللي هو للينس اوف الفاي مثلا. يعني طبعا هو ده كمان مش شكل كتابه الماتلاب كود، هو انا مش طالبه منك في النقطه ان انت تكتب لي الماتلاب كود تحديدا يعني، او تكتبه لي يعني بالسيمي كولون وديت لا واحد واللينس اوف كذا، لا يعني عشان ابقى متخيله بس ان انت الى حد ما تقدر تتعامل مع المساله لو جات لك على الماتلاب يعني. فكده انت اكنك نقلت اللي فوق ده كتبته هنا تحت تاني. طب وبعدين؟ اختار ثلاث قيم للمسار تتشك، تعمل لهم تشيك باستخدام انفرس كاينماتكس.
طب لو انا عايز اختار 3 قيم للمسار، يعني عايز نقطة بي مثلا 1 وبي 2 وبي 3 من المسار، هجيبهم ازاي؟ انت عندك المسار بتاعك نص دايرة، المتحكم فيه زاوية اسمها فاي. انت عندك النصف دايرة معادلتها ار كوزين فاي او ار ساين فاي. يبقى هنا هات 3 قيم للفاي، اي 3 قيم انت تختارهم. لو انت فتحت الفاي دي وخليتها من 180 تبقى احسن لك عشان تاخد 3 قيم حلوين. خد مثلا الفاي ب 30 اللي هي الزوايا المشهورة، و45 و60، او مثلا 30 45 90، اي 3 نقط انت حر، مش عايز تاخد الارقام المشهورة وتاخد 5 وواحدة تانية 20 وواحدة 30، انت حر. خد اي 3 قيم. النقطة عند الفاي بتساوي 30 هتعوض في المعادلة دي والمعادلة دي، يبقى النقطة اكس بتاعتك عبارة عن 5 في كوزين 30، والواي بتاعتك هتبقى عبارة عن 8 ساين 30، والزد بصفر زي ما هي. النقطة بي بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ خلاص انت خلصت 30، يبقى الزاوية بتاعتك بقت 45، تبقى 5 كوزين 45، دي نقطة كمحور اكس، ومحور الواي هتبقى 8 ساين 45، ومحور الزد بتاعك هيبقى بصفر زي ما هو. لو انت خدت الزاوية بتاعتك 60 درجة، تبقى 5 كوزين 60 و8 ساين 60 وصفر. طبعا دي هتجيبها كرقم وتحط ورقم وتحط ورقم وتحط هنا، بالتالي هتلاقي ان البي 1 وبي 2 وبي 3 اتحولوا لتلات قيم. يعني هتلاقي ان بي 1 بتاعتك بقت عبارة عن نقطة قيمة في اكس وقيمة في واي وصفر في الزد، وبي 2 بتاعتك نفس الحكاية وصفر في الزد، وبي 3 برضو طلعت قيمة وقيمة وصفر في الزد. اخدهم وادخلهم على الانفرس كيناماتكس المعادلة زي ما عملت في اول نقطتين، هطلع قيمة لسيتا 1 وقيمة لسيتا 2، ونفس الحكاية هنا ونفس الحكاية هنا. طب واحد يقول لي ايه، افرض انا طلعت قيمة لسيتا 1 وسيتا 2 ولقيتها لا تنتمي للمسار بتاعي، ارجع اخد نقطة تانية؟ لا، ما تاخدش نقطة تانية. انت اخترت اي 3 قيم عشوائية، ان شاء الله ال3 قيم يطلعوا غير مش لا ينتموا للمسار، مش مشكلة. المهم انك تكتب لي جنبهم صح او غلط، تعرفني هما ينتموا للمسار ولا لا. يعني مثلا سي النقطة الأولانية اللي اخترناها طلعت لا تنتمي للمسار، فبعد ما كتبت سيتا 1 وسيتا 2 كتبت جنبها علامة اكس، او كتبت كلمة ان هي نوت بيلونج تو الديزايرد باث، لا تنتمي للمسار بتاعي. ماشي. المفروض ان الماتلاب كود بقى بيعمل ايه؟ بياخد عدد لا نهائي، هو مش نهائي يعني، بس عدد كبير جدا من النقط اللي بي 1 وبي 2 وبي 3 لحد بي، وكل ما كتر النقط كل ما كان المسار اللي بيطلع بيكون اكثر امانا. ما تنساش وانت بعد ما خلصت، انت كده خلصت المساله، اخطر نقطه ان انت ترسم له الباص بتاعك عامل ازاي. يعني انت رسمت، انت طلعت له المسار وتاكدت من نقطه البدايه والنهايه، واداك جدول انت كمان اتاكدت منه، ورحت اخترت له اي 3 قيم عشوائيه على المسار وتاكدت منهم. ما تنساش بقى ترسم له المسار نفسه، المسار اللي هو عباره عن ايه، عباره عن اكس انت رسمته وانت بتحل اصلا، بس ما تنساش انك ترسمه في الامتحان. كان عبارة عن المنظر ده كده سالب 5 ودي كانت 5، فالمسار بتاعك المفروض يطلع هنا بالمنظر ده، ودي كده كانت 8. انا عملت كده، ادي ال3 معادلات بتوع الباص، دي النقطة الاخيرة في المسألة، ادي الاكس والواي والزد، وقلت ايه، we will assume 3 values for the phi، هفترض 3 قيم للفاي. اخدت 30 و45 و90، وقلت عند زاوية فاي بتساوي 30 الاكس كانت بكذا والواي بكذا والزد بكذا. يوزنج الانفرس كيناماتكس، استخدمت انفرس كيناماتكس، طيب قطعت سيتا 1 بكذا وسيتا 2 بكذا، وقلت بيلونجز تو الورك سبيس، موجوده في الورك سبيس، فعملت له صح. رحت غيرت الفاي وخدتها ب 45، وبعد كده رحت غيرت الفاي وخدتها ب 90 درجه. وده رسمه المسار بتاعي، ده محور الاكس على المتلاب، وده محور الواي على المتلاب، وده محور الزد، وباين ان هي متسنطره عند الصفر في محور الزد. لحد هنا كده ده نهايه الحل الورقي بتاعك. يعني لما تيجي تحل المساله دي في الامتحان بتبدأ من السلايد دي اللي انت ما بتكتبش فيها اي حاجة، السلايد ديت كل اللي فيها محاور انا بديها لك، وانفرس كيناماتكس انت مدرب انك تستنتجها، وانا بأكد لك ان هما 3 افكار الموجودين عندك في الشيت التزم لي بيهم، ومش عايزين اكتر من كده. هما 3 مسائل الموجودين عندك، المسألة دي الانفرس كيناماتكس بتاعتها انت تعرف تجيبها، اللي هي بتاعت التوبي اللي هي الار ار او البلانر مانيبليتور. بعد كده هتجيب البداية والنهاية تتشك من خلال الانفرس كيناماتكس، السلايد دي معاك في الحل. وبعد كده الجدول اللي انا هديهولك تتاكد، طبعا انا هغير القيم براحتي، ممكن اغير لك قيم غير اللي انا جايبها دي خالص، وده بالتاكيد ده انا هعمل كده. المهم ان انت عرفت هتاخد القيم دي وتحط في الانفرس كيناماتكس، هتطلع اللي هو القيم بتاعتهم، تعمل لي صح او غلط عشان تقول لي اذا كانت تنتمي او لا تنتمي للمسار. السلايد اللي فاتت دي طبعا دي انا بشرح لك عليها، ما لهاش علاقه بالحل. الترجمه بقى الاخيره للكلام اللي انا كنت شرحها في السلايد اللي فاتت، ان انت هتتشك البدايه والنهايه، هتتشك قصدي 3 نقط عشوائيه لقيم الفاي. طيب ده كده نهاية الحل الورقي، والمرة الجاية انت بتعرف حل الماتلاب.
مسألة رقم 2 في الشيت اداك المانيبوليتور اللي هو ار ار بي. المانيبوليتور ار ار بي الداتا اللي اديها لك قال لك الستارت والاند بوينت بتاعته كذا، الديزايرد باث بتاعك الهاف سيركل، والداتا اللي انت محتاجها للروبوت ايه 1 وايه 2 وايه 3، يعني الطول ايه 1 اللي هو ده الطول ده، انت لما تيجي تحسب الدي اتش بتاعتك هتلاقي ان فيها ايه 1 وايه 2 وايه 3 تمام، ولما تيجي تجيب الانفرس كايناماتكس بتاعتك هتلاقي ان ايه 1 وايه 2 وايه 3 موجودين وانت محتاجهم. ولو كان في عندك مجهول زي دي مثلا واحد بس مش متغير، او كان عندك زاويه موجوده مثلا 30 درجه، الحاجات دي كلها لازم اديها لك في الروبوت داتا. زي المساله اللي فاتت كده لما قلت لك الفا 1 والفا 2 بتساوي كام، واداني الرسمه دي ك variables او الحدود بتاعه الجوينتس بتاعتي. طبعا اول ما اشوف الرسمه دي ارجع اترجمها على طول ايه لي من الى، يعني هنا مثلا سيتا 1 ادي من 90 لسالب 90، يبقى اقول كده مثلا من 90 لسالب 90، يعني عشان ابقى شايفاها ده احسن من الرسم. وسيتا 2 من 180 لسالب 180، ادي سيتا 2 من 180 لسالب 180، وادي سيتا دي 3 قصدي من 0 ل 10 سنتي. طيب والانفرس كايناماتكس اهي، يعني اول ما تشوف مساله الباس بلاننج على طول تروح تشتغل على الانفرس كايناماتكس وتظبط كده. انت جاهز انك تعمل ايه؟ جاهز انك بتعوض بالاله الحاسبه فقط. ادي كتبت الحدود بتاعتي اهي ماشي، اللي هي بتاعه الجوينت فاريبلز اللي موجوده عندي. سوري سيتا 2 دي من باي لباي، مش من سالب 2 باي لسالب 2 باي، انه كاتب لي 180 والباي 180. خدت نقطه البدايه بتاعتي اللي هي 5 و4 و0 زي ما عملت في المره اللي فاتت، عوضت في الانفرس كايناماتكس، طلعت سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3، ادي سيتا 1 سيتا 2 سيتا دي 3 قصدي، لقيتها بتنتمي للحدود بتاعتي اللي هي النقطه دي، فقلت خلاص صح. خدت الاند بوينت بتاعتي وعوضت فيه الانفرس كايناماتكس، طلعت سيتا 1 سيتا 2 دي 3، لقيتهم ينتموا للحدود، فقلت له هو كمان ايه صح. رغم ان في المساله ما ايه ما طلبش مني غير ديزاين السيمي سيركل، يعني اقدر اقول لك ان اللي انت بحلته في المساله اللي فاتت ده سيستم حل طلب منك او ما طلبش، انت بتعمله اوتوماتيك. طيب المعادله الثانيه قال لي ديزاين الهاف سيركل او السيمي باس، اتفقنا هكتب نقطه البدايه بتاعتي. البدايه بتاعتي كانت كام؟ 5 و4 و0، الستارت بتاعتي اهي الستارت 5 و4 و0، والاند بتاعتي عباره عن 5 و سالب 4 و0. مبدئيا كده هي هتترسم في الاكس واي بلين لان ده الزد بصفر. هرسم ادي الاكس اهي وادي الواي، واكمل الواي لورا، وادي محور الزد. الاكس بتاعتي 5 ما اتغيرتش، الواي بتاعتي مره ب 4 لو ده الموجب ده، يبقى دي كده هنا كده 5 مرة ب 4 ومرة بسالب 4. هرسم كده يعني المفروض طبعا نص دايرة يعني، بس هي نص دايرة جميلة قوي. فده كده النص دايرة بتاعتي. اكتب المعادلة بتاعت المسار، هقول له ان بالنسبة لي محور الاكس هي مفروض المعادلة في دماغي ار كوزين فاي، والواي ار ساين فاي. ار ده نصف القطر بتاع المكان، لو هما ده نص دايرة مظبوطة يعني بيبقوا الاتنين قد بعض، هنا لا هو عامل الازاحة بتاعتهم مش زي بعضها يعني. فهنا الاكس بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ الطول ده 5، يبقى 5 كوزين فاي. والواي عبارة عن كام؟ عبارة عن النصف ده اللي هو 4 ساين فاي، والزد بصفر مفيش فيها اي مشكلة. لو انا بكتب ماتلاب كود هعمل ايه؟ كل اللي بيزيد على الخطوة دي ان انا بقول له الفاي لها رينج مثلا من 0 لما 180، وبكتب الثلاث معادلات تاني الاكس والواي والزد، مش هقول اكتر من كده. طيب هختار تلات نقط عشوائية، اختار الفاي بتاعتك بكام؟ انا دايما بحب التلاتين والخمسة واربعين والتسعين، اساسا التسعين بتديني صفر صفر، التلاتين زاوية معروفة جذر تلاتة على الاتنين جذر او نص، والخمسة واربعين بتديني واحد على جذر اتنين وواحد على جذر اتنين. عايز تختار اي قيم تانية انت حر، المهم انت هتختار الفاي بتلاتين، ترجع تعوض في التلات معادلات دول، تطلع النقطة الاولانية بي واحد لما كانت الاكس والواي والزد عند الفاي بتساوي 30، تطلع لهم معادله يعني تعوض في المعادله بتاعتهم. هنا هتطلع ثلاث نقط اللي هم ثلاث ارقام بيمثلوا النقطه الاولانيه. النقطه دي المفروض انها بعد مثلا سي هنفترض معاك، او ليه ما نفترضش، احنا ممكن نروح نشوف السلايد على طول. انا جيت اهو ادي الاربعه كوزين الفاي اللي هي الانجل بتاعتي، والواي بتساوي 4 ساين الفاي ماشي، والزد بصفر. فقمت طول هفترض ثلاث قيم، اخدت ال 30 وال 45 وال 90، عند الفاي بتساوي 30 هروح اعوض في الثلاث معادلات اللي فوق دول، ادي واحد وادي اتنين والتالتة بصفر.
يطلع عندي الاكس بده والواي بده والزد بده. بعد ما عوضت بالاكس والواي والزد هاخدهم واروح اعوض في الانفرس كيناماتكس، يطلع منهم سيتا واحد وسيتا اتنين ودي تلاتة، اتأكد ان هما ينتموا للمسار. بعد كده هاخد الفاي بتاعتي ب45، اروح اعوض في التلات معادلات دي، ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة. بعد كده هجيب قيمة الاكس والواي والزد، ادخلهم على الانفرس كيناماتكس واطلع سيتا واحد وسيتا اتنين ودي تلاتة لحد ما خلص النقطة التالتة. التلات نقط طلعوا ينتموا للمسار، خلاص يعني طلعوا في الحدود بتاعتي، فعملت صح صح صح، وجيت في الاخر رسمت له اللي هو عاوزه. اللي هو كان عاوزه ايه؟ ان زي ما انا رسمت السلايد اللي فاتت كده، الاكس بتاعتي يعني ممكن تكتفي برسمه زي دي رسمه الماتلاب يعني باينه من شكلها. لو انت عملت زوم كده هتلاقي ان في نقط جنب بعضها، كل نقطه من دول هي زي اللي انت اخترتها كده، زي اخترتها ال 30 و45 و90، بس عشان انا مختاره عدد من النقط كبير شويه. طبعا هو انا لو خدت اكبر من كده المفروض ما اشوفش النقط اصلا، اشوفها خط متصل يعني، عشان كده الجوده بتاعتك في الكيرف بتكون على حسب النقط اللي انت اخترتها وانت بترسم. ما تنساش ترسم له الرسمه دي زي ما عملناه في السلايد اللي فاتت، بتحط الحدود بتاعه الاكس، الاكس واخده عند 5، هي كانت 5 وبقت 5، الواي كانت بي 4، ادي 4 او و سالب 4 قصدي، مش قوي و سالب 4، والنقطه دي كده سالب 4، ورسمت ما بينهم نصف دايره كده. ده حل المساله الثانيه، ما تاخدش اي حاجه، كل اللي هيسحب منك الوقت في المساله دي هو الانفرس. كان رقم 3 اللي هي اخر مساله معانا، مديني ار بي بي مانيبيليتور في ريفوليوت وفي بريزماتيك بريزماتيك جوينت، ديزاين ستريت لاين. يمكن دي اول حاجه جديده بقى، خلاص ده اللي المسار الثاني. المسار الثاني ده سهل جدا، ان هو ستريت لاين خط مستقيم. فور ذا شون ار بي بي مانيبيليتور جيفن ذات دي واحد، الطول دي واحد ده اللي انت هتحتاجه، ده عباره عن 30 سنتي ماشي. الستريت ستارت بوينت قصدي فور دي باس 10 و20 و30، ده الستارت بوينت بتاعتي كاكس وواي وزد. والدايركشن فيكتور فور ذا باس، الدايركشن بتاعك الاتجاه 4 و3.5 و20. انت لما تيجي تحب تحدد اتجاه خط او تحدد خط مستقيم في الفراغ، يكفي ان انت عندك نقطه البدايه والاتجاه بتاعه. يعني انا بقول لك هو بادئ من نقطه كذا وده الاتجاه بتاع الحركه بتاعته كذا، يعني بادئ من نقطه ورايح للاتجاه ده. هنشوف ازاي ممكن استخدم معلومه الستارت بوينت والدايركشن الفيكتور بتاع الخط عشان اجيب المسار بتاعه. بس قبل ما ابص على اي حاجه زي ما اتفقنا لازم اجيب الانفرس كيناماتكس على جنب، دي كده خارجه من الحسابات بتاعتي، كده كده بتتجاب. طبعا بقيت لي مساله بقى بيقول لك بالنسبه للنقط اللي جايه دي اتاكد لي ان هي موجوده في المسار ولا لا، وما ادانيش رسمه، اداني الحدود على طول، قال لي خد عندك الاكتويتور رينجز الحدود بتاعت المواتير اللي هي موجوده في الروبوت ده، سيتا واحد من سالب 180 ل 180، دي 2 ده بريزماتيك من 0 لما 20 سنتي، ودي 3 ده بريزماتيك من 0 لما 70 سنتي. نشوف ازاي اصلا بصمم المسار بتاع الستريت لاين. هو انا مبدئيا الستارت، انا افترض انت جبت خلاص الانفرس كيناماتكس، فانت عوضت بيه الستارت وبيه الدايركشن ولقيتهم هما الاثنين موجودين في المسار بتاع الروبوت، فما فيش فيهم مشكله. طيب وكمان خدت الجدول اللي هو مديهولي اللي هو الجدول اللي بره ده، وعوضت بكل نقطه من اللي موجودين في المسار وفي الانفرس كيناماتكس، ولقيتهم يا اما موجودين يا اما مش موجودين، وخلصت الحته دي. طيب جينا بقى للحته الجديده، ازاي تديزاين الباص بتاعك، المعادلات بتاعت المسار. خلينا متفقين ان انا محتاجه دايما 3 معادلات، حتى لو افترضت ان الروبوت اللي بيكون موجود عندك زي المسالتين اللي في المساله اللي فاتت اللي هي الار ار اللي هو المانيبيليتور ار ار اللي هو بتاعك بلانر ده، كان بيتحرك بس في الاكس والواي، بس كنت برضو بحط الزد وانا بكتب الكود وكنت بكتب انها بصفر، فانت دايما محتاج الثلاث معادلات دول. ازاي ممكن اكتب معادله خط مستقيم في الفراغ كفانكشن فيه الاكس والواي والزد؟ بنعمل حاجه بيسموها كده هي بارامتريك ايكويشن، يعني بعرف متغير رابع وليكن مثلا التي، مثلا التايم يعني اكنه التايم، التي من صفر مثلا ل10 ايا كان بقى، من صفر ل10 من صفر ل20، وبقول ان المعادله بتاعت الاكس بتاعت الخط المستقيم ده بتساوي الستارت. يعني هو المفروض ان معادله الخط المستقيم اصلا، خلينا نكتبها على جنب الاول، معادله الخط المستقيم بتاعي بتساوي الستارت بوينت ماشي زائد الدايركشن مضروب في التي. يعني لو انا بقول معادله الخط المستقيم بتاعي اللي هو اسمه ار ده، يبقى الستارت بوينت كانت كام؟ كانت 10 و20 و30، يبقى هنا 10 و20 و30 زائد الدايركشن بتاعي 4 و3.5 و20، ادي
أربعة وتلاتة ونص وعشرين واضرب في تي كده. دي معادلة الخط المستقيم اللي انت عايزها. يبقى معادلة اي خط مستقيم هي عبارة عن الستارت بوينت زائد الدايركشن في التي. من التي ده متغير خارجي، هي دي البارامتريك ايكويشن بتاعت الخط المستقيم. طيب ما هو الخط المستقيم ده فانكشن في الاكس والواي والزد، يعني معنى كده ان الاكس والواي والزد بتساوي ايه الكلام ده. خد بقى كل واحدة لوحدها، يبقى الاكس عبارة عن 10 زائد 4 تي، والواي عبارة عن 20 ناقص لا زائد 3 ونص تي، والزد عبارة عن 30 زائد 20 تي. دولت ال desired path equations، دولت اللي كانوا زي معادلة الارك كوساين سيتا والار ساين سيتا هناك. يبقى اي خط مستقيم هيديهولك هيديك معاه حاجتين، الستارت بوينت والدايركشن بتاعه. تاخد الستارت بوينت هتحطها هنا والدايركشن بينضرب في التي، دي اسمها البارامتريك ايكويشن بتاعة الخط المستقيم. كده انت اكنك حولت الخط المستقيم لمعادلة في الاكس والواي والزد، تمام. طب بعد ما اخدت بقى الاكس والواي والزد دولت اعمل ايه؟ اهمت انا طلعت الثلاث معادلات اهمت على جنب، هات لي اي ثلاث قيم عشوائيه على المسار ده. اجيبهم بقى ازاي؟ هناك كان عندك الفاي بتاخد لها اي ثلاث قيم، هنا تاخد اي ثلاث قيم للتي. انت واخد ان التي مثلا من 0 لما 10، خد 1 و3 و4، خد 5 و6 و7، خد 10 و9 و3، اي قيم. لو خدت التي بواحد هتعوض في الثلاث معادلات ان التي بواحد، هيطلع لك هنا ثلاث ارقام. لو خدت التي باتنين هتعوض باتنين وهكذا. كل نقطة تاخدها تروح تعوض في الانفرس كيناماتكس وتجيب المقابل ليها كسيتا واحد ودي اتنين ودي تلاتة. ده اجمال الحل كشرح. طب نبص كده انا عملت ايه. اول حاجة جبت الانفرس كيناماتكس، ما فيهاش ديت مش موضوع محاضرتنا اصلا، في الانفرس كيناماتكس خارجة من القصة. فايند الستارت والاند بوينت في الكونفجريشن سبيس، خدت الستارت بوينت دي كاكس وواي وزد ورحت عوضت في المعادلات اللي فوق دول، طلعت دي اتنين ودي تلاتة وسيتا واحد، هما دول الفاريبلز بتوعي، لقيتهم موجودين جوه الحدود اللي هو مديها لي في اول مسألة، فقلت له يبقى بيلونج تو الورك سبيس. جيت الدايركشن فيكتور اللي هو مديهولي كانت 4 و3 ونص و20، اتاكدت بس ان الارقام موجوده عندي في المسار ولا لا، عوضت في دي 2 ودي 3 وسيتا 1 لقيته موجود في المسار، قلت له طيب تمام. ديزاين ذا موشن، هنصمم الحركه بقى. قلنا اللاين ايكويشن معادله الخط المستقيم عباره عن الار كخط مستقيم بتساوي الستارت بوينت زائد التي في الدايركشن، يبقى الاكس والواي والزد بتساوي الستارت اهي زائد التي في الدايركشن بتاعي. طلعت الثلاث معادلات اللي موجودين وقلنا التي هو التايم فيكتور وانا خدته من 0 ل 10 بستيب 1 من 10 ماشي. الخطوه اللي بعد كده رحت هو مديني الراجل ده ثلاث نقط ماشي. اما ان انت في نقطه بس عايز اقولها كمان، لو انا مدياك جدول وما طلبتش منك انك تختار لي اي ثلاث قائمة عشوائية في المسار تحطهم، خلاص اكتفي ان انت بس بتعمل تشيك للجدول. لو انا طلبت منك تختار كمان ثلاث قائمة مفيش مشكلة، عشان بس ما تضيعش وقتك يعني. عايز تعملها انت حر، مش قصة يعني، بس الفكرة ان طالما انا ما طلبتش منك في المسألة انك تتشيك ثلاث بوينت ثلاث نقط عشوائية، فما تتعبش نفسك يعني فيه. هو كان مديك جدول، اداك جدول الاكس والواي والزد وقالك تشيك الجدول ده، يعني لحد المرحلة اللي فاتت دي هو ما طلبش منك تختار له قيمة عشوائية، فانت جبت له بس مجرد معادلة المسار وسكت على كده. نروحنا بقى للمطلوب اللي بعد كده، كان مديني جدول بيقولي اتأكد ان الجدول ده ينتمي للمسار ولا لا. فخدت النقطة الاولانية 9 و 18 و 16، رحت على الانفرس كيناماتكس بالثلاث قيم دول وعوضت، طلعت لي النقطة دي ودي ودي. بصيت كده على الحدود اللي عندي، شوف كده عندك كده بيقولك سيتا واحد من 180 لسالب 180، طيب تنتمي مفيش مشكلة في سيتا واحد. دي 2 من 0 لما 20 ده طلع 260، يبقى ما تنفعش. خد بالك ان لو كان في 4 او 10 او 20 فاريبل، واحد بس واحد بس ما كانش ينتمي للحدود بتاعته، يبقى النقطه كلها على بعضها ما تنفعش، لان النقطه دي مش هينفع توصلها الا بالشغل كلهم مع بعض. فلقيت خلاص دي 2 مش في المسار، ما كملتش بقى. ده بقى ناهيك عن ان دي 3 كمان مش موجوده، بس انا ما قمت ما كملتش، قلت النقطه دي غلط مش معايا. رحت عند النقطة التانية اللي هي سالب 9 و15 و25 وعوضت فيه الانفرس كيناماتكس، طلعت لي دي ودي ودي. رحت عند سيتا 1 لقيتها ماشي تنتمي، سيتا 2 250 ما نفعتش، قمت رجعت عملت له علامة اكس غلط مش نافع. رحت عند النقطة التالتة ماشي اللي هي 1 و2 و2، عوضت في الانفرس كيناماتكس بالثلاث نقط دول الثلاث قيم يعني، طلعت لي سيتا 1 ودي 2 ودي 3. من هنا لقيتها تنتمي للحدود بتاعتي، في امان اهي تنتمي للحدود، يبقى قلت له النقطه دي الوحيده من الجدول اللي انت مديها لي اللي ينفع تنتمي للمسار. وبغض النظر عن الجدول اللي انت مديهولي او لا، ده شكل النقطه في الفراغ. طبعا انت ممكن تعملها كده ازاي، بتعمل كده ادي الواي
وادي الاكس وادي الزد. الستارت بوينت بتاعتك كانت كام؟ كانت 10 و20 و30. 10 ماشي، ادي 10 هنا اكس، و20 10 هنا 20 في النقطة دي كده، طبعا يعني انا مش عارفة ارسمها كده في فراغ، و30 على الاكس، يعني انا كأنها نقطة في المكان ده بس في الفراغ يعني جاية لبره كده. والدايركشن بتاعي كان 4 و3.5 و20. 4 يبقى هتدخل جوه شوية عن الاكس، 4 و3.5، وهنا كده كمان و20 هتنزل في الحتة اللي تحت دي كده، يعني واصل ما بينهم خط مستقيم. طبعا يعني انت مش شرط تقفل في المكان بالظبط، المهم ان انت عارف ان شكل المسار الخارجي بيكون عبارة عن خط مستقيم، ده في الكارتيزيان سبيس. ده كده نهاية الحل الورقي اللي موجود في المسألة دي. بالشكل ده انت بتكون خلصت الباس بلاننج كمسألة للامتحان. الباس بلاننج معتمد اعتماد كلي ان انت عندك الفورورد كينيماتكس صحيحة او ان انت جايبها، وكل اللي جاي او المبني على كده مجرد خطوات او سيستم انت ماشي عليه بتعوض بيه. تمام، المرة الجاية ان شاء الله هنحل مع بعض نفس الثلاث مسائل بس باستخدام الماتلاب، عشان انا يهمني الناس تتعلم ماتلاب. في جزء الباس بلاننج انت بس ملتزم قدامي، مش عايزة منك اكتر من الثلاث مانيبليتورز اللي انا مديهم لك او الثلاث مسائل اللي انا استعرضتهم معاك النهاردة. بس شكرا جزيلا.